بسم الله الرحمن الرحيم. احنا هنتكلم بالنسبة لبنتنا الدكتورة نجيرة صلاح الزغبي. بنقول ان هي بنت مثالية وبنت ريف محترمة ومؤدبة، راحت كلية العريش على اساس تتكلم تكمل بقى ايه العلم بتاعها. فلما راحت وقعدت في طبعا في البتاع في اللي هو المغتربين بتاع المدينة الجامعية. المدينة الجامعية، وهي قاعدة اتعرفت على زملاتها، مين اللي قاعد معاها، مين لغاية ما اتعرفت على أبلة شروق اللي هو زميلتها، وحصل حوار باين بينهم من بعض اللي هي حابة تنصحها، فما قبلتش النصيحة لأنها طبعا قال لك هي قاعدين مع بعض في أوضة واحدة وعيش وملح سوا. فطلع كلام على طه وعلى شروق ينتشر في الكلية، فعلى اساس الكليه بقى لها سنتين بان شغاله او حاجه يعني جديده لسه، فالدفعه القليله بتاعت سنه اولى معروف كله عارف بعضه هناك. فنيرة بتنصحها وقالت لها يعني خلي بعيد عن دي، لان ما عشان سمعتك وكده ما خدتش كلام منها بصدر رحم ولا قبلت منها النصيحه. اللي هي عملت لها ايه؟ قامت عامله عليها مسرحيه هي وطه وبعض زملاء السوق معاهم، وبداوا يتكلموا وعملوا جروبات على عملوا جروب طبعا مع جروب الكليه معاهم. فخلاها في الحمام وخدت تليفونها وهي نايمه، او ولا نايمه وهو في الحمام او وهي نايمه، خدت التليفون عملت محادثه كده بينها وبين واحد اللي هي اسمها شروق ديت، على اساس الشروق اللي عاملاها، وطبعا عملوا مسرحيه عليها وادت الصوره بين قاعده لها صور خاصه في التليفون بتاعها بين شعرها سايب او حاجه. فنشروا الحاجات دي على مين؟ على ودته لطه، وطه بدأ يهدد البيت ويكلم الدفعه، ده هنا بورص، ده مش عارف ايه، ده طبعا هنعمل يعني. بدأوا يهددوها واعتذري، البنت راحت اعتذرت من حاجه ما شافتهاش ولا تعرفها، والبنت اعتذرت وقالت لها اقول للطنط والنبي ما يعني ما تعملش فيها حاجه وانا اسفه وكذا وكذا. البنت صايمه هتعمل في نفسها حاجه ازاي يعني؟ هو صايمه. مساء الخير متابعينا الكرام، اهلا ومرحبا بحضراتكم في كل مكان. ما زلنا معاكم في تغطياتنا المستمره بخصوص الواقعه المؤسفه اللي حصلت لبنت محافظه الدقهليه، تحديدا ميت طريف نيره صلاح الزغبي اللي عرفت اعلاميا بطالبه العريش دكتوره نيره، البنت الخلوقه حافظه القران اللي كانت بتصلي قيام الليل، بنت اللي راحت ضحيه ابتزاز زملائها زي ما حضراتكم تابعتم على مواقع التواصل الاجتماعي، وكان اسمها نال يعني محرك البحث على جوجل في الايام الاخيره وما زال ترند الى الان. البنت اللي بين ايدين ربنا بندعي لها ان ربنا يرحمها ويغفر لها يا رب العالمين. وبعد ما توفت واندفنت بدات يحصل ضجه كبيره جدا عشان حقها يعني يرجع وقصتها تكتشف. بنرحب بحضراتكم. ايه اللي حصل في اليوم اللي يعني اللي سمعتوا فيه ان نيره بنتكم البنت الجميله المرحه ان جالكم خبر وفاتها؟ والله احنا سمعنا ان نيره ان حد يعني ان اتصلت بمامتها وباباها ان هي تعبانه وترجع وتعالوا لها، فراحوا لوها جثه نايم على ما وصلوا كانت متوفيه. اما توفي فراح ابوها بقى حب يعمل اجراءاتها، عمل اجراءاتها وجابها. فبعد ما جاب الاجراءات وتاني يوم لقينا نجيب سوارس كاتب حق دم نيره في رقبتني. قال لها ايه دي؟ اكن هو الراجل المسيحي دي هيجيب حق نيره؟ طب نشوف. انا دلوقتي انا بعد اذنك بقى انا اقول للجوات، انا ما بحبش سويرس، لقيته بيدافع عن بنتنا، بيدافع عن بنتنا وانا على بيدافع عن بنتنا. احنا بقى مسلمين مش هندافع؟ قعدنا نبحث. كل تحيه للمسيحي ومسلم كلنا، قعدنا ندافع يا استاذ، كلنا ايد واحده وكل الشكر. انا مش ضد كل اللي طلب حق نيره يعني، هو بيدور على حق ايه؟ انا بقى كمسلم بقى وهي بنتي اهي ما دافعش على قاله. لقينا بقى جيت ابص لقيت لك السكرينات والدنيا بقى نازله من جميع الجروب بتاع الطلبه كله بنشر. اتفاجئتوا. اتفاجئنا بقى. ما كنتوش كنت وقت دفنه نيره كنتوا قلقانين؟ دفنا بنتنا. كلمني بقى عن يوم دفنه نيره الله يرحمها. دفنا كنتوا حاسين في حاجه مش طبيعيه ولا؟ دفنا بنتنا وخلاص واستعبدتوا ربنا. لما لقينا بتاع ترند بتاع نجيب سويرس والناس اتدخلت، الامر ده جايين على تليفون البنت، بصوا له تهديدات للبيت. رحتوا سالتوا باباها؟ لقينا ضغط عصبي بقى على البنت جامد. رحتوا سالتوا باباها؟
سالنا واحنا بقى كلنا وشان لوحدي ده احنا الاله بقى القنوات كلها جايه والاعلاميين كلهم جايين، اعلاميين مصر كلهم، لميس الحديدي بعته، عمرو اديب باعي، بدون ذكر اسماء، كل دول باعتين يجي فبدا الموضوع يكبر. انتوا اتفاجئتوا بده؟ احنا اتفاجئنا. اتفاجئتوا بده حضرتك الصديق المقرب لوالد نيره رحمه الله عليه. قول لي بقى لما وصلك الكلام ده رحت لوالد نيره تستفسر منه ولا اتفاجئت ايه اللي حصل؟ هي لما عرفنا ان هي توفت فسالت على بابا قال ده راح عشان يجيبها. تمام. فلما جت بقى ودفنا والبلد كلها كانت طلعت وراهم والبلد كلها كانت زعلانه وحزينه والله لغايه دلوقتي الناس كلها حزينه وزعلانه عشانها وربنا يرحمها يا رب. يا رب. فدفنت وكنا في افتقادنا ان هي مش ان هي عشان كانت صايمه كانت حاجه مثلا مسمومه بتاع ما كانتش ما كناش حاطين في دماغنا ان هي دي حادثه او ان حد عمل لها كده او دبر لها الكلام ده. أيوة. او حد عمل لها القصه اللي حصلت دي. بس تاني يوم بقى شفنا الكلام ده على الترندات وبتاع فبدانا نتابع مع بابا ونتابع مع الناس ففعلا بجد هي ظلمت ظلم كبير والله. يعني اتفاجئتوا ان بنتكم حصل لها كده؟ اتفاجئنا. لان اصلا هي يعني بينها وبين ربنا اعمار كبير وصلاه كبيره بتصلي كامل الليل حافظه قران ربنا متفوقه مؤدبه جدا اخلاقها عاليه جدا الكل هنا بيشيد بيها الكل بيحبها واخد بالك فما حدش كان يتوقع سيادتك ان هي حد يحصل لها الكلام ده. ايوه. فلما حصل الكلام ده بقى ما كناش مصدقين ان ازاي يعني ازاي عميد الجامعه او وكيل الجامعه يسيب الشباب دول يعملوا معاها كده وما خدش موقف حتى ما جابش العيال حتى وقال لهم كده ليه او بتعملوا كده ليه او جاب اهاليهم او عرض المشكله يعني سابها حسابها حتى في وسط الذئاب دول يعملوا معاها كده ما وقفش جنبها وهي كانت هناك الوحيده عينها. اخر مره شفت نيره كان امتى؟ انا ما شفتهاش من فتره يمكن حوالي قبل ما تسافر الجامعه بشهر كده تقريبا بشهر. لكن هي كانت علاقتها كويسه بكل الناس اللي هنا وكانت مرحه جدا حتى مع باباها ما كانش يبدا تقول شفت بابا يا بابا كانت تقول صلاه يعني كانت الدلوعه كانت الدلوعه بتاعت العيله كلها وهي بنت مؤدبه ومحترمه الله يرحمها انسانه عظيمه جميله والله. لو الولاد دول شايفينك واهاليهم تقول ايه جواكم جوه قريه مطر اهلها كلهم نار نار اقول لاهاليهم انتوا ما ربطتوش العيال دي كويس انتوا ما خليتهمش حتى يتقربوا لربنا عشان يعرفوا ان في صح وفي غلط في حلال وفي حرام ما تربوش تربيه كويسه دول اكيد اتربوا على الدلع واتربوا على قله الادب واتربوا على الخروج يعني بعيد عن الدين وعن الاسلام. كلمنا عن نيره بنت ميت طريف بتروح وتيجي حضرتك يعني بحيث عندك مكتبه اكيد كانت بتيجي تشتري منك كلمنا عنها بقى كانت بشوشه يعني كل جدا بيقول جدا كانت مرحه وكانت بشوشه وكانت مؤدبه جدا وحتى كان كلامها فوق الادب فوق الادب جدا يعني كانت مؤدبه فوق الادب والله. كان طموحها ايه؟ لا هي كانت طموحها عاليه جدا وكانت من نفسها تخش طب بشري بس ما حصلش نصيب صممت انها تبقى يعني تذاكر وتجيب تقديرات عشان تبقى معيده في الجامعه وتبقى دكتوره. أيوة. في الجامعه. أيوة. وربنا وفقها تبقى دكتوره يعني كويسه وكبيره يعني هي طموحاتها طموحات كبيره يعني مش طموحات شاب عاديه ولا طلبه عاديه لا هي يعني عندها طموحات كبيره توصل اكتر من كده يعني دي نيره دي عايز اسالك سؤال اتفضل عايزه تعرفي التربيه شوف لبس البنت دي اللي هي بقت ضحيه وبقت معاها في ايد الله وشوف لبس البنت الثانيه اللي هي زعلتها وعملت عليها مسرحيه لغايه ما الضغط العصبي حضرتك هل كانت بتقول لها انت فلاحه هل دي بنت هل دي بنت ممكن تسمي نفسها هل دي بنت عكل ولد ليه هل دي بنت تغضب ربنا تغضب ربنا اللي لابسه حشمه ومحترمه دي ده كان لبسها في الجامعه لكن التانيين لابسين القميص مفتوح زي ما يكون واحد بلطجي دي نيره لابسين لبس خارج لكن هي مؤدبه ومحترمه لبسها محترم سواء في البلد هنا او في الجامعه وكان الكبار كانوا بيصلوا كامل الليل وكانوا بيتريقوا عليها عشان كانوا بيصلوا كامل الليل عايزين نعرفكم بيتريقوا عليها ان هي مؤدبه ومحترمه مش والد نيره بيمر بازمه نفسيه وابوها موته منهاره وابوها منهار وربنا يكون في عونهم والله وربنا خصوصا الحزن اتجدد تاني بعد انتشار موقع التواصل الاجتماعي وبعد خروج الجثمان وقت خروج الجثمان والحزن طبعا والحزن اتجدد تاني بقى بعد الكلام اللي قال احمد موسى الناس كلها هنا غضبانه وزعلانه ايوه ونقمه جدا على الراجل ده ايوه ربنا حضرتك في النهارده ايوه بعد اللي حصل ده ربنا يرحمها يا رب العالمين دي لبس طالبه كانت عاوزه تبقى ده خلي بالك محتفظ بصورها ايوه مش بنتني بالك كلها بتاعت معايا 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 في المدرسه ثلاث سنين ما عمرها غلط
والله العظيم جميع المدرسين زعلانين علينا وحزنين عليها. المدرسين كلهم العالم كله، الوطن العربي والعالم كله حزين هي عليها. يعني هي الجريمه اللي عملتها، سخر لها الناس في هذه الايام المباركه تدعي لها وتتكلم يعني وهي ما عملتش حاجه. يعني الجريمه اللي عملتها ان هي بتنصحي، يعني دي الجريمه اللي عملتها اللي هي بتنصحي تبقى دي جريمه. احنا واثقين ان حقك هيجي يا دكتوره نير، يا اللي انت كنت في دماغك ان شاء الله كان في دماغك تبقي معيده في جامعه العريش، ان شاء الله تبقي في الاخر انت سبب دخول ولدك الجنه، وانت ان شاء الله. انا بقول لك وانا قاعد هنا اهو، الرئيس السيسي مش هيسيب حقك، ولا النيابه العامه، واحنا ولا القضاء المصري هيسيب حقك، لان هم واثقين ان انت ليك حق وهيجيبوا ليكي يا دكتوره نير. ونتمنى من الله ده يا ربنا ان هم يجيبوا حقك يا رب، يصبر امك وابوك. شوف انا اعمل لها ايه، هوريك حاجه انا اعملها لها عشان ايه، انا اعملها لها ايه حضرتك، انا اعمل لها فيديو اهو ماشي. بعد اذنك بقى علينا استحملينا دقيقه، معلش لو في اغاني مش هنعرف نشغلها. لا هتشغليها. لا طب اسمعي بس، انا اقول لك بس مش ممنوع الاغاني. لا اللي متطرف معاها صورها على تليفوناتهم الخاصه، لانها بنت مؤدبه ومحترمه ومصليه وعارفه ربنا وحقها مش هيموت، لان في ناس شرفاء كتير ومصر كلها شريفه وحقها ان شاء الله هيجي. وبقول لك اللي مهتم بالموضوع كمان ابو المصريين كمان الرئيس السيسي مهتم بالقضيه ان شاء الله وان شاء الله. حضرتك بتقول لي، قلت لي يعني هنختم مع حضرتك، بتقول لي كان والدها محول لها فلوس.